على الاتحاد السكندري 3-1. وصلنا أصدقائي للمباراة رقم 121 ما بين الكبيرين الاتحاد والمصري. الكل هيظبط الساعات وعلى بركة الله هيلعب في الطرف اليمين، ولكن من منطقة وسط الملعب هنشوف 3-4-3 وكيفية التنفيذ. ادي تقدم من صبر رحيل، يرجع مرة تانية عند احمد عادل ميسي، ولكن بيضغط علاء، ترجع العطية على طول بيحطها حلوة جدا جدا في المساحة، لكن على طول ضغط، على طول ضغط من كريم العيد. كرات متبادلة ومرحلة لاستكشاف نقاط القوة والضعف والحالة الفنية للاعبين. ادي تقدم جديد من صبر رحيل، ولكن كرة عرضية سهلة في المتناول وعنتر على التنفيذ. هنشوف هتتنفذ ازاي، اتلعبت قوية على القائم الثاني، وادي راسية من اسلام في منتهى الخطورة، ولكن صبحي على طول من اعلى نقطة يتصرف صح ويعمل، لكن في اشاره باستمرار اللعب. خالد الغندور، عبد الله نصيب، سليم فومورو، مره تانيه كوره من مروان في المساحه الخاليه، اتحرك مابولولو الخطير صاحب العشر اهداف وصاحب هدف لقاء الذهاب، لكن تسديده في المتناول. وادي التحرك، وقف لعيبه النادي المصري، لكن كمل كريستوفر مابولولو اللاعب الانجولي اللي بيلعب النهارده مباراته رقم 20 وعنده 10 اهداف، لكن سليم فومورو حطه تحت الحراسه الجبريه بشكل جيد حتى الان. ادي كوره مره ثانيه عند عنتر، يا ولد عدى وفات بالمهاره، وترقيصه مره ثانيه لعبد الله نصيب اللاعب الاردني. ادي جريندو عايز يعدي كرات وبتصل عند عنتر، عايز يسدد وتسديده معديه، لكن كانت عايزه تسديده افضل من كده من محمد عنتر من خلال 19 مشاركه. ادي الجمله وادي المساحه اللي اتخلقت في الطرف اليمين لدفاعات نادي الاتحاد، لكن التسديده ضعيفه وبعيده عن المرمى من محمد عنتر. عطيه تمريره سياره، يلتحم عنتر، يتفوق على صبر رحيل مره ثانيه، لكن طالت من عنتر يستردها مروان. خالد الغندور، الكره الاماميه مره ثانيه، عمل الزياده المره دي سليف مورو، يضطر عمرو موسى ولكن ما يلحقش عصام ثروت في حذر مصلحة نادي الاتحاد. هنشوف هل يتحرر اللقاء من كرات ثابتة. هنشوف، ادي السيد سالم كرة على طول عالية، وادي راسية من عبد الله نصيب، عنده هدف عبد الله نصيب و20 مباراة، بينما لعيبة النادي المصري سجلوا 27 هدف واستقبلوا 30، وعندنا 10. جريندو يتقدم للأمام، عدى وفات في مكان خطير عمرو مرعي، عايز ياخد ركلة جزاء، لكن السيد منير بيدي ركلة مرمى وهو قريب جدا جدا عن الكرة الأمامية. شبانة، إبراهيم، ولا عنتر كنترول، يطلع المرة دي حسن. ادي جريندو عايز يوجد ثغرة للتسديد، لكن يهيأ، والتسديدة بعيدة، تسديدة بعيدة تماما. ملعب، ادي الجماهير العظيمة، الجماهير الوفية، الجماهير اللي ما عندهاش طموح ولا هدف الا الفوز ورفع اسم ناديها في كل المحافل الكروية. كرة عرضية، ودي ضربة راسية لكن في المتناول في أقرب توقف غيابات النادي المصري، لكن نشوف فريد شوقي بيلعب كرة على حدود المنطقة، أدي لمسة في منتهى الخطورة، ولكن في قدم مرتفعة وخطأ. فريد شوقي في قلب الملعب، التمريرة الأمامية عمرو، المرة دي كنترول، جريندو بيحط وش رجله في تسديده قوية، نوشات من جانب النادي المصري ومن بعيد من جانب نادي الاتحاد. ادي مابولولو عايز يحط واحده ارطوه، لكن مره تانيه ومره تالته. بالفعل اصدقائي في هذه الاثناء سيد منير
بيزل الستار على منتصف القصة ومنتصف الحوار. الكوت كان في حذر، في ترقب، في حاجات كتير، لكن اهم حاجة ما كانتش موجودة على اللاعبين بشكل تاني. ايزي اميكا، محمد عنتر، تمريرة المرة دي عند مرعي مأخر نفسه، وتسديدة حلوة ولكن بالأحضان يا حبيب. الكراسي الموسيقية هنشوفها بكل جولة وكل نتيجة، ودي ضربة راسية ولكن سهلة المرة دي عند صبحي سلب، ويجي بوشه عمرو. ادي جريندو بيحط كرة حلوة جدا جدا عند عموري، وسع وعايز يمرر، بتتهيأ لك كريم فرصة كبيرة، ولكن يا راجل يا راجل راحت ضاعت، خلاص خلاص فرصة كبيرة جدا جدا، دي راحت هدية للعراقي، لكن العراقي بيضيع، لكن لسه الهجمة مستمرة، ودي كرة عرضية وكثافة هجومية، لكن لمسة من عموري تعمل إبعاد، لكن ضغط مرة تانية من عنتر بخطأ. خمس مرات فقط في المربع الذهبي، آخر مرة الاتحاد السكندري، لكن نشوف الانطلاقة، ودي فرصة كبيرة، ودي عرضية معدية، لكن لسه المتابعة بدأت الحكاية، ودي مرة تانية عرضية خطيرة، ودي راسية رايحة فين؟ رايحة أعلى من البرواز. بدأت الأمواج الهجومية والأمواج اللي فيها خطورة وفيها إثارة وفيها روح عالية جدا جدا من لاعبي الفريقين لتسجيل هدف المبادرة وهدف التقدم. شفنا لقطة بلقطة، ودي كلمة بكلمة، ودي أول ظهور لزعيم الصغر على مرمى النادي المصري، حد لمصلحة النادي المصري. هنشوف اتلعبت كرة عالية، ودي راسية خطيرة، راسية خطيرة، ولكن في خطأ بيحتسبه. السيد قلبي لازال موجود، بهدف انبي يبقى عندنا 506 هدف. يا ترى هنشوف اهداف تتلعب. الضربة الحرة في كرة في مكان خطير، لكن شبانة في توقيت عالمي يطلع ويعمل ابعاد، كرة بيلفها عموري في حتة بيحطها 10 على 10، علشان عنده مهارة. لكن السيد سالم هيعمل ايه؟ الشيخ احمد الشيخ عايز يلعب العرضية، لكن حط رجله السيد سالم، جاله المساندة من مانجا. مرة تانية كورة جوه البوكس، لكن عدت بغرابة وخطورة من جريندو. قصة وهذا الحوار، الحوار الكلاسيكي اللي جمع زعيم الصغر بالنسر الاخضر المصري البورسعيدي، ومثلما بدأنا مثلما انتهينا، بدون انتصار وبدون انكسار. انتهى الحوار ما بين الاتحاد والمصري بالتعادل السلبي. بشكركم اصدقائي على حسن المتابعة وحسن الاستماع.